ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وزي ما قلت لكم إن فقراتنا النهاردة هتكون مختلفة. الفقرة دي هنتكلم فيها عن الميك اب، خاصة إن إحنا في موسم الأفراح والخطوبات، هنتكلم عن الميك اب في المناسبات دي. عشان كده هتكون منوراني النهاردة رينا فوزي، ميك اب أرتست. أهلا بيك يا رينا، منورانا النهاردة في يوم جديد. احنا بقى عيد ومناسبات، وده موسم بقى افراح وخطوبات وكل الناس بتتجوز، عايزين بقى نتكلم عن الميك اب، وكمان احنا داخلين على فصل الصيف، عايزين بقى نتكلم عن الميك اب في فصل الصيف، ونتكلم عن ميك اب المناسبات والافراح. الفتره اللي جايه دي اللي اغلبيه الناس بتبتدي تتجوز فيها، وبتبقى فتره حر. العرايس عامه المفروض ان هم يعني ياخدوا بالهم في ان هما يعني في شويه حاجات غلط انا بلاقي الناس كلها بتغلطها قبل الفرح، زي مثلا الواكسنج. في ناس بتعمل واكس قبل الفرح، وده مع الحر ما ينفعش، فبيأثر على ثبات الميك اب. يعني لو العروسه مثلا عندها فوتو سيشن في الحر او في النهار او كده، ما ينفعش خالص ان هي تعمل واكس قبل الفرح، او الواكس عامه غلط. ما ينفعش برضو ان هي تعمل تنظيف بشره قبل الفرح على طول. يعني لو هي مثلا عايز تعمل اي اجراء تجميلي في بشرتها، لازم تعمله قبل الفرح بفتره كافيه، يعني اسبوعين 20 يوم. يعني يعني اي حد هيتجوز المفروض في الشهور الجايه دي يبدا العروسه تبدا تستعد من دلوقتي. بتستعد من دلوقتي، وبالذات لو احنا عندنا مثلا حاجه سيفير مثلا في بشرتنا، اكني سكارز، حفر، ندبات، الحاجات دي بتاخد وقت في العلاج. طب خلينا بقى نقول لهم من دلوقتي كده، اللي داخله على فرح او خطوبه او مناسبه، تبدا تستعد ازاي لبشرتها، تجهزها ازاي للميك اب. هو في العادي المفروض ان السكين كير روتين بتاعنا المتعارف عليه غسول مرطب صن بلوك، وبالذات الصن بلوك ده نهتم بيه قوي في الفتره بتاعه الصيف عشان الشمس، عشان خصوصا لو في فرق ما بين وشنا ورقبتنا بيبقى صعب ان احنا نتلاشى، يعني ان احنا نسوي وشنا في جسمنا، يفضل ان نكون اصلا محافظين على لوننا الاصلي. فاوريدي غسول مرطب صن بلوك، جنبيهم بقى لو احنا عندنا مثلا مشكله، عايزين مثلا نعمل ديرما بان، عايزين نعمل جلسات عند الدكتور، اي حاجه، الحاجات دي بنعملها قبلها. يعني الديرما بان حاجه لطيفه قوي، بتدي مثلا نضاره، بتساعد لو في مشكله تصبغات حاجه زي كده. العروسه بقى تعملها قبلها بقد ايه؟ الديرما بان بتتعمل مثلا قبل الفرح من 20 يوم لشهر. طبعا هم مش بيعملوا كده، هم بيفتكروا ليله المناسبه انا عايز اعمل ديرما بان، فبتروح تعمل الاجراء كله قبل الفرح على طول، وده غلط. الحاجات بتاعت السكين كير او حاجات البشره عامه بتتعمل قبلها بفتره طويله، ولازم تبقى قايله للدكتور اللي هي هتعمل عندها ميعاد فرحها. طب انت لما بتجي لك عروسه بقى بتقولي لها بقى الحاجات دي قبليها، صح؟ يعني بتقولي لها لما عروسه بتكون من وهي بتحجز. طبعا هو المفروض الطبيعي ان العروسه بتحجز قبل فرحها بفتره طويله. في عرايس يعني بتحجز قبلها على طول، فاحنا بنحاول ننقذ ما يمكن انقاذه. بس اللي بتيجي تحجز قبلها بفتره، طبعا بننبه، اللي هو مثلا حاجات على اللونج تيرم وحاجات على الشورت تيرم. اللونج تيرم العادي اللي هو السكين كير الطبيعي بتاعنا، الحاجات اللي على الشورت تيرم اللي هو تنظيف البشره، الديرما بان، حد عايز يعمل مثلا تقشير، الحاجات دي حلوه بس مش قبل الفرح، عشان البشره بس تلحق تريكفري. يعني طب لما العرايس بقى بتجيلك، هي بتبقى متخيله شكلها بلوك معين او بميك اب معين مثلا بتطلبه، ولا انت مثلا بتقترحي عليها انه الوش ده او البشره دي مثلا عليها حاجات معينه؟ هما العرايس نوعين، عروسه عمرها ما عملت ميك اب قبل كده، ودي بتبقى متوتره جدا عشان هي مش متخيله الموضوع هيطلع ازاي، وعروسه تانية بتكون عملت ميك اب ومثلا كانت باد اكسبيرينس، ودول بيبقوا يعني عندهم تروما. فدي او دي احنا بنقول لهم اكتر حاجه مناسبه لوشهم، بس برضو لازم نحترم حته الذوق الشخصي اللي عند العروسه. يعني مثلا انا ممكن اقترح على العروسه انها مثلا عايزه اكبر شفايفها شويه، مثلا الابر ليب عندها اصغر من اللور ليب، في عروسه تحب ده جدا وبالنسبه لها. ودلوقتي بالميك اب بقى في حاجات بتتعمل كده بقى، كونتورنج وحاجات للمناخير، كل حاجه. يعني في حرفيا احنا ممكن نعمل شكل الفيلر بالروج عادي. في كلاينت، في عروسه تحب ده، وفي عروسه لا هي بتعتز بشكلها الطبيعي، فتقول لي مثلا لا دي ما اقدرش ان انا اخصبها على حاجه لان ده يوم فرحها هي ولازم هي تبقى مرتاحه. بس المهم ان احنا ما نضيعش هويه العروسه، يعني وشها وملامحها نشوفها يوم الفرح نعرفها. نحس ان شكلها غريب، نحس انها محلوه بالظبط، هي هي بس على احلى شويه. طب بيفرق بقى الميك اب الخطوبه عن الفرح، عن مثلا لو ميك اب سواريه ولا لا، ولا يعني بيعتمد على ايه؟ الميك اب السواريه والخطوبه والزفاف كلوك، سواء هو نو ميك اب، ميك اب او تقيل او سيمبل او ايا كان، ما بيفرقش. الفروقات ما بين الباكجز بتكون فروقات ماتيريال. يعني البنوته اللي راح تحضر فرح مثلا ممكن تحضر كل اسبوع فرح،
فمش هنقدر نعمل لها باكج غالية، يعني بنعمل لها حاجة تكون مناسبة ان هي تحضر بيها الفرح وتقضي الغرض وخلاص، على عكس العروسة بنكون عايزين نحط لها اغلى حاجة في الدنيا عشان هو يوم. فده واي في فرق ما بين البودجت ما بين الباكج اللي هي السواري او الخطوبة او الزفاف، بس اللوك لا ما بيفرقش. طب هل لون البشرة يعني بيحكمك مثلا بالوان معينه؟ يعني في الوان بتليق على لون بشره معين، لو واحده فاتحه، واحده سمراء، واحده قمحيه؟ في الوانات بتبقى مثلا مش هتليق على بشره مثلا معينه، زي البينكات يعني الروج اللي انت حطاه ده هو جميل عليكي، بس مثلا انا لو حطيته على واحده درجتها اغمق شويه مش هيطلع نفس اللون ده، هيديني درجه تانية، هيديني درجه بيج مثلا. يعني لون البشره بيحدد حاجات كتير جدا. طب احنا معانا صور عايزين نشوفها معانا برضه عشان نعلق عليها صور للعرايس برضه، بنعرف الفرق بين كل عروسه. يعني ده ميك اب مثلا كنت عاملاه لايه؟ ده عروسه ولا ده سواري؟ لا ده عروسه، وكانت حاجه سيمبل، كانت طالبه حاجه سيمبل اللي هو ما نغيرش ملامحنا، هي بس كان وشها اغمق من جسمها حاجه بسيطه، فكانت طالبه ان هي تفتح شويه. طبعا احنا قدرنا نعمل ده بس بطريقه طبيعيه، يعني بحيث ان هي برضه شكلها ما يخدش. جميل وسيمبل فعلا جدا. طيب وده مثلا دي برضو مختلف ده؟ اللوكات اللي هي الترندي بقى لها كذا سنه، الحاجات اللي هي النود والبنكات والكاشمير. ايوه احنا عايزين نعرف بقى، انا عايزاكي برضو تقولي لنا ايه الحاجات الموضه السنه دي، هل الموضه مختلفه بقى السنه دي؟ هو احنا بنميل اكتر للحاجات الطبيعيه، للهيلثي سكن، الحاجات الجلوي. يعني مؤخرا احنا بقينا واخدين فكره ان احنا نمبريس الطبيعه بتاعتنا، فلو بنوت مثلا عندها فريكلز، عندها نمش، تحب تطلع بالنمش بتاعها. لو بنوته مثلا سمراء تحب تطلع بلونها، هي سمراء وهي حابه نفسها وهي سمراء. ما بقاش فكره ان احنا الستاندرد بتاعت البيوتي ان لازم نفتحها، لازم الميك اب يكون تقيل، لا عادي، بقينا بنتجه ناحيه الطبيعي اكتر، والالوانات الفاتحه المريحه للعين. يعني نادرا دلوقتي لما عروسه مثلا بتحط جراي فوق عينيها او اسود فوق عينيها، لا كلنا بنميل ناحيه السموكي اي بقى، دي تقريبا بقى يعني بطلت بقى، دي كانت زمان بطلت او ليها الايفنتس بتاعتها، لكن كبرايدل ميك اب لان العروسه دايما المفروض ان هي تبقى ناعمه وتبقى شكلها هادي ومريح للعين، لا حاجات طبيعيه. طب هل ممكن تبقى حاجه يعني قديمه مثلا شويه او مش هي الترند دلوقتي، بس الوش ده تحسي ان هو لايق عليه كده، يعني العين دي عايزه تتعمل بالشكل ده، او احيانا بيل مثلا احيانا في بس بيبقى يعني لا، يعني مثلا ممكن تيجي مثلا عروسه هي متاثره قوي بالميك اب القديم، وبالذات مامه العروسه دايما هي عايشه في الحقبه القديمه، فتحب الالوانات الزاهره الواضحه، فمثلا تقول احنا عايزين مثلا ميك اب زي ده، وتوريني مثلا صوره انا شايفاها ان هي تو ماتش، ونعمله ويطلع حلو فعلا على العروسه، هي ملامحها جايبه، يعني في بعض الملامح بتبقى شرقيه شويه يليق عليها رسومات. يعني دي بقى حاجه بترجع لحته الذوق الشخصي للعروسه، هل هي عايزه تطلع سامبل؟ يعني انا دايما بعتبر العروسه ملكه يوم فرحها، شوفي انت عايزه تطلعي ازاي، عايزه ميك اب ملكي، حاجه تسريحه ملكيه، عايزه فستان كبير، عايزه حاجه كده، ولا عايزه حاجه مثلا رقيقه سامبل؟ في عروسه فعلا زي ما انت قلتي، يعني ساعات فعلا ملامح الوش هي اللي بتحطك تقريبا في ان انت تعملي لها الميك اب اللي هو التقيل، ولا هي وشها ملامحه يعني لايقه في الحاجه الهاديه اكتر؟ يعني اعتقد فعلا الوش بيفرق جدا. طيب ده العرايس. في الحياه بقى العاديه، البنات في الخروج العادي او كده، ايه المختلف في الميك اب دلوقتي عن زمان، او ايه الحاجات الترندي دلوقتي في الخروج العادي في اليوم العادي؟ دلوقتي الحاجات الترندي الحاجات البراكتيكال، يعني الناس تحس ان هي من كتر ما احنا بقينا كبنات دلوقتي بنروح الشغل واندبندنت وومن وبتاع، فبقينا خلقنا ضيق فعايزين نقلل، يعني مش هنعمل 100 ستيب قبل ما ننزل، فبقينا مثلا بنجمع ما بين السان سكرين والفاونديشن في حاجه واحده اللي هو تنت سان سكرين، ونحطه ونبقى احنا حطينا سان بلوك وحطينا فاونديشن. الروج مثلا يعني دلوقتي عاملين حاجات ستيك كده اللي هو ينفع تستعمليه از روج، وينفع تستعمليه از بلوش كروجاجو، وينفع تستعمليه فوق عينيكي، فانت اختصرتي الستبس دي يعني اللي هي بسرعه كده لو انت نازله هو ده بيساعد قوي بقى، يعني لو البنت وهي نازله الشغل او الست وهي نازله شغلها الصبح ده بيوفر وقت فعلا، بيوفر وقت. طب لو بيدي نفس النتيجه اكتشلي يعني كان في ترند على التيك توك من فتره اللي هو بيقسموا نص الوش، وهتعمل هنا ميك اب هتقعد مثلا فيه 30 دقيقه، يعني هتقعد فيه فتره، وهنا مثلا هتعمله في 5 دقائق بس، ده سيم كولرز ونفس كل حاجه بس
الاثنين بيطلعوا شبه بعض. زي فكره اللي هو يقسموا الوش برده يعملوا برودكتس غاليه وبرودكتس رخيصه، واكشلي الاثنين برده بيطلعوا زي بعض يعني. يعني ممكن تديكي نفس النتيجه. طب في بنات كتير ما بتعرفش تحط لنفسها ميك اب يعني، لو عندها مناسبه او اي ايفنت او كده هتروح لحد ميك اب ارتست تحط لها، بس بقى في الحياه العاديه وهي نازله الشغل وهي خارجه مثلا خروجه بالليل او كده مش بتعرف تحط لنفسها. ف ايه الحاجات يعني لو تيبس كده بسيطه اي بنت بتتفرج علينا تسمعك تقوليها لها يعني تتعلم ازاي يعني الحاجات اللي هي البسيطه اللي هي الاساسيه البيز الاساسي؟ هو دلوقتي عامه اي حاجه بقت موجوده اون سوشيال ميديا يعني، هي لو دخلت على يوتيوب او تيك توك او وات ايفر وكتبت مثلا طريقه تعلم هتلاقي 100 حاجه ممكن تتعلم منها. لو انا هقول لها حاجه تتعلم يعني مثلا تيبس او حاجه، انا ممكن اقول مثلا ان احنا ممكن نستعمل الفاونديشن از كونسيلر، مش لازم نجيب كذا برودكت. لو احنا استعملنا الهايلايتر كبلاش يعني حطينا الهايلايتر على الخدود واستعملناه برضو از اي شادو فوق العين هينفع. اي ميك اب في الحياه حتى لو ما كانش شكله مظبوط، لو احنا حطينا هايلايتر في الانر كورنر بتاع العين اللي هي الحته دي، الميك اب هيطلع شكله حلو وهيطلع شكله بروفيشنال. لو هي مش بتعرف مثلا ترسم اي لاينر، والاي لاينر ده طبعا تريكي كلنا بنعاني منه يعني. الميك اب ارتست على فكره حتى بعد ما بيبتدوا شغل بيقعدوا فتره متعقدين خايفين من الاي لاينر. ممكن نرسمه بالاي شادو اللي عشان سهل ان انت تظبطيه، لكن عارفه الاي لاينر اللي هو الووتر بروف لو انت عكيتي حاجه خلاص ميك اب. لكن الشادو ينفع ان انت تبقي ماسكه مثلا قطنه فيها مثلا مسلر ووتر او ميك اب ريموفر وتقدري تعدلي وتعملي بيه اي لاينر هيديكي نفس الافكت اتليست لحد ما تتعلم تحط اي لاينر بقى بروفيشنال يعني. طيب الواحد يعرف ازاي ايه الحاجه اللي تليق عليه؟ يعني الوان الروجات مش بتليق على كل الناس زي ما كنا بنقول من شويه مثلا. لو انا بشتري ميك اب برده ممكن ما اعرفش، في ناس كتيره قوي بتبقى مش عارفه تختار درجه الفاونديشن اللي تليق على بشرتها، يختاروها ازاي؟ هو عامة عشان نوصل للحاجة المناسبة لينا احنا محتاجين ان احنا للأسف نجرب يعني كتير لازم. في البني آدم مننا في كذا درجة ممكن تليق عليه يعني، فأنا شايفة ان كل بنوتة محتاجة ان هي يبقى عندها روج أحمر اللي هو او طب خلينا نقول لهم ايه الحاجات اللي في شنطه الميك اب بتاعتها كده اللي ممكن تجيبهم يخلوها تعمل ينجزوا لها يوم. روج احمر ومثلا روج فاتح بينك او نود واتيفر بقى الذوق بتاعها. باليت شادو صغيره مش لازم الوانات كتير، هي مش هتستعمل كل ده. باليت شادو صغيره، باودر علبه باودر تثبت واتيفر بقى كانت لوس او اللي هي الكومباكت عشان بس تثبت لو في لاينز عشان بعد ما نضحك وكده ما نلاقيش ان هي عملت الخطوط اللي بتحصل بعد الفاونديشن دي المفروض عشان ما تطلعش. المفروض اول لما نحط الفاونديشن او الكونسيلر نثبت في ساعتها على طول. وفاونديشن، وانا شايفه ان فاونديشن از انف، مش لازم نجيب كونسيلر. وماسكارا وكحل يعني، انا شايفه ان شويه الحاجات دول انت تقدري تعملي بيهم كذا حاجه يعني، تقدري تعملي بيهم فول لوك. هتقولي طب انت ما قلتيش مثلا بلاشر، يو كان ان انت تستعملي الروج اللي هو اللي على شفايفنا ده البينك ينفع تستعمليه از بلاشر، مش هيقول لك لا عايزه تجيبي بلاشر هاتي، بس يعني انا بحب دايما ان انا دي الحاجات الاساسيه يعني لازم تبقى عند اي بنت كده وهي نازله ممكن تعرف تنزل بلوك حلو كده وميك اب حلو. طب كنا بنسمع دايما برضو في ناس بتغلط مثلا وتجيب الحاجه تطلع فاتحه قوي على وشها، فهل مثلا نجيب درجه اغمق مثلا مننا علشان لما نحطها ما تبقاش فاتحه قوي؟ كسيف سايد بنقول ان احنا المفروض نجيب درجه افتح من درجه وشنا حاجه بسيطه. ده لو انت بتحبي ان انت تبقي على درجتك الفاتحه. في بنات بتحب التاند لوك فساعتها هتجيبوا اغمق من درجتها شويه. طب لو احنا جبنا نوع فاونديشن ودرجته طلعت مش هنرميه؟ لا. نعمل ايه بقى؟ هقول لك مثلا لو طلع فاتح قوي ممكن نجيب مثلا فاونديشن تاني غامق ونبتدي نمكس ما بينهم. نعمل ميكس بين عادي بينفع وهيديكي يعني تقدري يعني انا لما بقول مثلا للميك اب ارتست مثلا هتبدا مبتدئه او بنوته عايزه تحط ميك اب لنفسها بقول لها انت مش هتعرفي تختاري الشيد بتاعتك بالظبط، فهاتي افتح درجه وهاتي اغمق درجه وعيشي بقى مع نفسك يعني، حطي دروب من هنا ودروب من هنا وان انت تكستمايز الكالر او الشيد اكوردنج ليكي انت. طب احنا داخلين على الصيف وزي ما كنا بنقول من شويه على العروسه وفي الحر وكده، في العادي بقى في ناس بتحب على البحر تحط حاجات او تداري في ناس عايزه تداري مثلا حاجه طالعه في وشها مش عارفه حاجه مش عاجباها، في ناس بتحب اصلا دلوقتي كمان بقت بتحط ايه الحاجات اللي ممكن تتحط بس برضو في الحر وكده نبقى محافظين على البشره؟
هو على البحر اهم حاجة ان احنا ما تجيلناش لسعة شمس، يعني قبل ما ندور على الجمال لازم ان احنا نأمن نفسنا الاول يعني. فانا في رأيي ان احنا نحط اول حاجة الصن بلوك على وشنا وعلى الاريا اللي باينة عشان ما ننساهاش، وبعد كده بقى ممكن نفوكس على حاجات على العين مثلا، ونستعمل حاجات ووتر بروف هي هتنزل الميه. فمثلا انا مش عايزه انزل الميه واطلع الاقي المسكره شكلي بقى بايظ خالص، ونتصور بقى والصور دي تفضل فور لايف واحنا شكلنا يخد. فنجيب مثلا الماسكاره ووتر بروف، الكحل ووتر بروف، الروج في روجات ووتر بروف يعني في ده للناس اللي بتحب تحط ميك اب على البحر، على البحر فعلا بتحب كل حاجه البحر. طب بس الالوان بقى والدرجات، يعني برضو في ناس ما بتعرفش تفرق بين ايه الميك اب اللي يناسب الشمس والصبح والميك اب اللي هو يعني النهاري وبتاع بالليل. الميك اب بتاع الصبح دايما بيكون فاتح يعني على عكس السهره الشيك بالليل، ينفع نحط بقى ميك اب جريء. يعني لو انا مثلا هنزل الصبح هنحط كولرز فاتحه، بينكات، نودات، بنيات فاتحه، الوان ترابيه بيتقال عليها الترابيه. بالليل ممكن بقى نسويتش العكس ده تماما، ممكن بقى نحط موفات غامقه، وممكن نحط نبيتي، وممكن نحط احمر. يعني بالليل بينفع ده زي بالظبط فكره الالوان الشتويه والالوان الصيفيه. الالوان الصيفيه بتبقى هاديه وفاتحه وبسيطه، لكن الشتوي لا، بتقدري ان انت يعني بيبقى الموضه ساعتها ان انت تحطي الوانات غامقه وزهره وميك اب زهر. ميرسي يا رينا قوي، نورتينا النهارده واستفدنا منك كتير قوي. ان شاء الله كل البنات اللي بيتفرجوا علينا يكونوا استفادوا من الحاجات والتبس اللي انت قلتيها لهم النهارده. ميرسي ليكي، نورتينا في يوم جديد. تسلمي يا حبيبي، شكرا. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. صباحكم زي الفل، كنت معاكم انا رغده الشيخ، اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي. خليكم دايما فاكرين ان مع كل يوم جديد بدايه جديده.